TWNFM 91.2. طلعت الجديد يا سيدي، اصبحكم بالنور. اليوم باش نواصلوا مع حكايتنا متاع الجمعة اللي فاتة على صفاقس والماء. كما قلنا، صفاقس كانت بلاد العطش، وهك علاش صفاقس كان ذكي وبناء المنشآت المائية الخاصة كما الماجل والفسقية والبير باش ينجم يخزن فيهم الثروة هذه واللي ما ينجم يعيش كان بها. اليوم باش نحكيو على المنشآت العامة واللي كانت من إنجاز الحكام وإلا من إنجاز أهل صفاقس بيدهم. نبدأ بالأبيار العمومية. كما قلنا، كانت صفاقس ثم أبيار خاصة نلقاو في الأبراج والديار العربي، أما زادة كانت ثم أبيار عمومية اللي نلقاهم على القياسات الرئيسية خاصة في طرق القوافل. وأشهر الأبار العمومية بير بن عياد وبير علي بن خليفة وبير الملولي وبير سيدي صالح وبير معلة وغيرهم. وكيف كيف نلقاهم على بيار عيون الماء كما عين الشرفي وعين تركيا وعين شيخ روحو وعين فلات. نجيتوا للمنشآت العمومية الثانية واللي هما ماجل النصرية، واليوم مش نجاوبوا بالبابة علاش النصرية سمات بالاسم هذايا. من سيناكش الله يخليك يا سيدي. بين القرن 12 والقرن 13 جاء السلطان الموحدي من المغرب لتونس باش يعاقب واحد من الثوار اسمه الميروقي. الثوار هذا اسمه الميروقي. ووقت تعدى على صفاقس تشكاوا له الاهالي من قلة الماء. يا اخي، امر بنيان 365 ماجل عام 1203. 365 ماجل هو على عدد ايام السنة، يعني كل نهار يتحل ماجل. تعرفوش ايش اسمه هذا السلطان؟ اسمه محمد الناصر، ومن هوني جات تسمية الناصرية. اسمع سيدي، الصفاقسية حافظوا على الماجل هذوما وحبسوا لهم الديار والزيتون والأملاك باش يحافظوا عليهم بالصيانة والترميم. وتقول المصادر اللي وصل عددهم ل 800 ماجل في القرن 19. تعرفوا وين بلاصتهم تو؟ في الليسي الناصرية، وفات أهميتهم خاصة في عهد فرنسا وقت ربطوا الماء بالحلاقة من سبيطلة. ثم زاد الفسقيات العامة في صفاقس، وماش نذكر منهم ثلاثة. أولهم فسقية الأغالبة اللي تم اكتشافها سنة 1996، يعني لهنا في باب الجبل بالضبط. واكتشفوها مش بعيد على محطة الكيران، وتتكون من زوز أحواض، واحد صغير استعملوه باش يصفيه الماء، وواحد أكبر منه يتجمع فيه الماء. تعرفوش اللي عام 1996 القى وقت الحفريات في الفسقية 35 بياسة فضة من العهد الموحدي. اما تعرفوش زادة اللي البياسات هذوما ما زلنا ما نعرفهمش وين مشاو. والبحث جاري زيدالي. والبحث جاري من عام 96. الفسقية الثانية هي فسقية الشعري، وموجودة في وسط النصرية وراء العمارات، وترجع كيف كيف للعهد الأغلبي. وتسمت فسقية الشعري على خطر كان ثم طراق لقبه هكا، يعني يجيب الماء من البلاد العربي، وبالضبط لسيدي بوشويشة في الباب الجبلي. الفسقية الثالثة هي فسقية البي، وموجودة في التوتة في طريق سكرة، وبنها علي بن حسين باي، وتتكون من حوضين، وكملوا بنيانهم زوز استوات الصفاقسية هما سعيد القطي والطهر المنيف في جويلية 1774. نوفاو يا سيدي بشوية أمثلة شعبية عندهم علاقة بالمطر. يقولوهم الصفاقسية لأهمية الغيث النافع، بالأخص احنا توكل في مارس. يقولوا كل ما يعمل الفلاح مليح كان حرث المطر وحصاد الريح. ويقولوا زادة الغارق بتهم مطر. ويقولوا امطر زمة تجي شافقة، ومطر مارس ذهب خالص، واحنا تو في مارس. وايش يشيب الفلاح الصغير كان جبدت مارس والا رعدت ابريل. وتقول الشجرة حرقة بالنار ولا مطر في اي النار، ويعطيك مطرة عند فسوخ الليالي. وحافر في مارس ذهب خالص، ومطر مارس فدان يمطر وعشرة حارس. ومطرة في مايو ترد الشجرة في ليو، ومطرة في ابريل تطلع السبولة من قاع البير. وان شاء الله عامكم عام خير، ونتلقاه ان شاء الله الجمعة جاي في قلعة الجديد.